مشاهدينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من هنا من مقر إقامة السفيرة الأندونيسية بالجزائر السيدة سفيرة محروسة، التي ترحب بقناة الشروق لنعيش عبر الأطباق الرمضانية عادات وثقافات من شعوب دولة أندونيسيا. تابعونا في هذا الريبورتاج. إندونيسيا أكبر بلد إسلامي من حيث تعداد السكان ب 260 مليون نسمة، وبلد مترامي الأطراف يتكون من أكثر من 17 ألف جزيرة، أشهرها جزيرة جاوة الوسطى وجاوة الغربية وجزيرة سومطرة وجزيرة بالي. هي البلد الوحيد الذي لم يدخله القائد المغولي جنكيز خان وجيوشه، هذا الذي غزا كل القارة الآسيوية. إلا أن الإسلام دخلها بالرحمة والموعظة الحسنة عبر التجار العرب من اليمن وشبه الجزيرة العربية في زمن الدولة الأموية والعباسية، من أجل نشر الرسالة المحمدية وتبادل التجارة بين جزيرة العرب وبلدان طريق الحرير. دخل الإسلام في إندونيسيا هناك مرحلتين، مرحلة أولى في القرن الواحد للهجرة، وهذا دخول الإسلام عبر التجار من اليمن عبر الهند ثم إلى إندونيسيا. ولكن الحالة الإسلام في إندونيسيا حين ذاك ما زال لم ينظم بعد، ثم جاء دعاة من مغرب عربي باسم دولة عثمانية حين ذاك. الإسلام دخل في إندونيسيا وانتشر بالمنظم، وخلال هذه الدعوة يدخلون إندونيسيون ويعتنقون هذا الدين الحنيف. عرفنا عن المسلم الأندونيسي تواضعه وأدبه وتنظيمه، لا سيما في موسم الحج والعمرة. فكيف تعيش يا ترى الجالية الأندونيسية وعلى رأسها السفيرة سفيرة محروسة طقوس شهر رمضان الفضيل بالجزائر؟ Kalau yang berbeda ya masing-masing negara itu mesti punya karakteristik sendiri. كما تعلمون فأندونيسيا تتكون من 17 ألف جزيرة، ولكل جزيرة عادات وتقاليد، وهذه العادات المحلية تكون في استقبال شهر رمضان. أما بالنسبة للجزائر ففي نظري أن استقبال رمضان يكون بصورة واحدة تقريبا. فقد سمعت أن الجزائريين يقومون باقتناء أشياء جديدة والخاصة بالمأكولات لاستقبال هذا الشهر الكريم. ممكن kalau di Aljazair ini saya kira mereka punya tradisi yang sama. طقوس رمضان على ما أظن زي ما يحدث في الجزائر، لأن عندنا ثقافة واحدة، ثقافة تشابه في الثقافة، وتدرسنا هذه الثقافة للشعب الإندونيسي بحلول شهر رمضان. لأننا نقومون أولا بالفرح عند حلول قدوم شهر رمضان، ونستطيع أن نعبر هذا الفرح هناك بتدارس، هناك بزيارة، هناك بترميم أو تجديد المنازل، هناك بزيارة القبور، وهناك بزيارة إلى الإخوة، وهكذا نعبر الفرح بحلول هذا الشهر المبارك. We'll be right back.
العبادات في الشهر الفضيل. ننتقل مع السفيرة الأندونيسية للتعرف عن الأطباق الشهيرة والمفضلة لديهم في شهر رمضان المبارك. السلام عليكم. كيف حالكم؟ كل عام وانتم بخير. Yes, thank you very much for the invitation today. Yeah, you too. مرحبا بكم. Safir. Thank you very much. Thank you. رمضان بركه. بركه. Tapi this is something unusual. If you said Ramadan berkah. I would like to show you how our dishes were made by Ibu Yuni. نقطع يعني نصف قطعة من الموز supaya bentuknya bagus حتى يكون الشكل جميل الشكل جميل kemudian digulung الموز هنا هو مطبوخ يعني على بخار الماء هذه النتيجة يعني الأخيرة this is from Makassar Sulawesi Selatan We would like to also introduce one of our dishes. This is for the main course. We call it pepes. 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 This is popular in West Java. West Java. طبعا هذا السمك معروف ونحن الآن سنحضر الطبق الرئيسي يعني يسمى إيكان بيبس وهو يعني سمك يستعمل خاصة في منطقة جاوة الغربية. يعني نقوم بتتبيلتنا ديكايسي بومبو راو بومبا بكل التوابل نغطيها بكل التوابل punya semuanya sampai طريقة كاملة penuh tutupi كافيه راو التوابل داخل يعني جسم السمكة terus langsung دغوري langsung tekan دغور terus ditutup داخل يعني بس dibalik juga من الطرفين أشهد أن محمد رسول الله أي على الصلاة يقسم إلى مراحل المرحلة الأولى فيها تشابه مع الجزائر حيث يتمثل في قراءة القرآن تكون القراءة من طرف إنسان حافظ للقرآن ويتدارسون القرآن معه وتسمى تدارس وثم عادة الاعتكاف وهي عادة يذهب فيها المصلون إلى المساجد ويقومون بالأذكار والأدعية وهذا بهدف التقرب لله سبحانه وتعالى وفي آخر شهر رمضان يقوم المعتكفون بالتكبيرات حتى الصبح لإحياء النجاح في سير شهر رمضان كاملا وهي طريقة للاحتفاء بشهر رمضان لآخر يومه وهو لا يكون في آخر شهر رمضان لأن الناس يذهبون إلى عائلاتهم لزيارتهم في آخر هذا الشهر that we use to do that we usually do first is takbiran اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
before Ramadan, there are several kind of activities. Yeah, there are several kind of activities to welcome Ramadan. For example, in Aceh, we celebrate. هناك عادات ونشاطات مختلفة. فثم في شمال جزيرة سومطرة في منطقة كاتي يكون هناك طبخ اللحوم المختلفة من البقر والدجاج. بعدها نأخذ اللحوم ونقوم بتوزيعها على الأيتام وعلى الفقراء. عادة أخرى في منطقة بتران في جاوة الوسطى حيث يقوم الناس بدق الطبول أثناء انتظار الشهر الكريم. وهناك عادة المدفع في انتظار الإعلان من طرف السلطات المحلية عن انطلاق الشهر الفضيل. هناك أيضا عادة زيارة المقابر من طرف العائلات، ويقوم الأحياء من الناس بالاعتذار للأموات، وهي عادة طيبة في الشهر الفضيل. Part of our country, and for the disease, for example, in the central Java, we usually eat some. ثمة مناطق عديدة وثم اختلاف. فثم جاوة وخاصة جاوة الوسطى معروفة بالأطباق الحلوة، أما جزيرة سومطرة فهي معروفة بالأطباق الحارة والمالحة، والاختلاف هو رحمة. أما في الليل سنريكم أطباق في جزيرة منطقة سولاواسي، وهي جزيرة تتواجد في شرق أندونيسيا، وطبق سبالو بوتون وهو عبارة عن مشروب يؤخذ بعد الإفطار مباشرة، وكذلك أطباق أخرى غاسيون وبيتاس آيكون وهما طبقان من جاوة الغربية. هناك أيضا طبق غاتان غوريانا. That we have differences because differences is a rahmah, yeah. Yeah, and then this one, and then first of all. Thank you so much, madam. Yes, kita pertama kita makan anu apa ini? This is like soup. Yeah. Jadi pak tergantung. You can eat this. You can follow yes. My step. Okay, with the great pleasure. I just only put two. Yes. You can put many as you like. Yeah, yeah. And then this is. Ini what called bread like this way, and if you like many sauces, you can add more and more. Okay. Yeah, thank you very much. Yes. Okay. Please do. Yeah. Thank you so much. We eat this first. First. After that, we add with this one. But after okay. We finish with this one, okay. Do you want to eat? Okay. And this is very good. And this is pepes ikan that we made it, but in a small, in a small scale. So you can. Thank you very much. But you have to take off the. Okay. Yes. Harissa, yes. More oh, you like. Do you want some? Yeah, yeah. Our relation is getting closer and closer, especially in terms of. العلاقة بين البلدين في تقارب مستمر، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة وثم زيارات للعلماء الأندونيسيين إلى الجزائر. هناك جزائريين يذهبون إلى أندونيسيا. Visit Indonesia, travel to Indonesia. هذا شهر مبارك تقبل الله منا ومنكم لشعب الجزائر وللمسلمين في كل أنحاء العالم. أتمنى لكم صياما مقبولا وذنبا مغفورا، وتقبل الله صيامنا وصيامكم، وكل عام وأنتم بخير. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا قضيتها إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة الله.